برنامج اللقاء العلمي الرابع عشر المهتمين بزراعة النخيل في مزارع الصيمي بالزفري. هذا التاريخ، بسم الله، نروح نشوف معزبنا مهندس راشد العصيمي. مساك الله بالخير. طال عمرك. هلا والله، حياك الله وبياك. طيب، هذه والله الساعه المباركه اللي شرفتنا هذا اللقاء، اللقاء العلمي الرابع عشر في المحافظه، ويتزامن مع مهرجان التمور بزري ان شاء الله، والذي يشمل على قامات زراعيه كما هو مشاهد. وجزاك الله خير، ويمكن نتعرف او نشوف الاصناف. بسم الله، توكلنا على شوف الاصناف. الله يطول عمرك. هذه نبته عبد القادر، شوف ما شاء الله، بسر نبتة عبد القادر، بسر ما شاء الله، ما شاء الله. هذه الآن قلنا لها هي الهشة، جدا ممتازة ما شاء الله. هذه الهشة ما شاء الله، مزارع من مزارعنا. هذه الآن من ريق البنات، زيت الطريقي، هذه ريق البنات ما شاء الله. هذه الآن برضه من مزيونة، من زيت الطريقي، مزرعة زيت الطريقي. ماشي. هذه برضه عدوة الزلفي، عدوة الزلفي من زيت الطريقي كما هو شاهد الآن. ما شاء الله. هذه اللامعة، اللامعة تبعنا المعيدي. الله الله الله. انتبه له ما شاء الله. العمار، ها العمار، هذه نفسها. هذه ما شاء الله الأيوبية، ما ادري والله من أي مزرعة، ما ذكر اسمها. اي ما ادري والله. هذه شوف نبتة الحصان من العصيب، شوف كبرها ما شاء الله. نبتة الحصان ما شاء الله. هذه نبتة الحزاب نصر الخالد، طود ممتاز جدا جدا. هذه السليمانية، شوف من صاحب الدويش، سليمانية ممتازة جدا ما شاء الله. هذه فوزية من عندنا ما شاء الله، ممتازة مناصيف. هذه من عنيزة اللي هي سيلة، من عنيزة، من جايبينها عنيزة. هذه حوشانة، شوف هذه حوشانة ما شاء الله. هذه حوشانة، هذه برضه الأشرسي من عنيزة ما شاء الله. هذه سلمى، نبتة سلمى معروفة من عنيزة، جايبينها حق عنيزة جزاهم الله خير. هذه الآن اللي هي الشيرازية، شوف بسر ممتازة جدا. هذه الشيرازية، هذه نبتة حمد من عبد الرحمن حمد الخضيري المجمعة ما شاء الله. هذا ما شاء الله. هذه الهشة، هذه سكري مال رصيع. هذه جليميده، شوفها ممتازه جدا. هذه جليميده، هذه تمر علينا واحده ثانيه، هذه تمر، هذه جليميده تشبه حوشانه الحقيقه، فيها شبه من حوشانه تبع عبد العزيز القشعري ما شاء الله. هذه سكريه عبد المنعم تبع سعود الدهش ما شاء الله، سعود الدهش. هذه الباشا تبع الفرهود، عند صاحب الفرهود الباشا. هذه برضه اصابع البنات ما شاء الله، ثانك تحب البنات. يعني مرغوبة دي يعني طولها. الله الله. هذه والله هنا الباشا تبع اللي هو محمد الصالح الفرودي. هذه نفسها تمر، وهذه بسر تمر. هذه نبتة الحمد، أصلها من عندي، ونبتة عند عبد الله الحمد، الشيخ عبد الله الحمد. هذه نبتة السلامة من ثادق عبد الرحمن الحيدر من ثادق ما شاء الله. هذه الوابلية المجمعة ماضي الماضي، شوف الوابل ممتازة والله جدا ما شاء الله، ما شاء الله. هذه السيارية، هذه مرة يعني ما أخذت من اسمها نصيب، السيارية مكاثرة عندي بالبذرة. هذه التفاحية، شوف التفاحية جدا ممتازة، شوف التفاحية ممتازة مرة مرة مرة, مرة. التفاحية هذه مرة عليها. هذه السيارية اللي شفناها تو ممتازة مرة. هذه الهشة اللي توصفناها، هذه نبتة الشيشي جدا ممتازة. هذه الحلاوية أيضا من عندي بالمزرعة، ممتازة مكاثرة بالبذرة عندي ما شاء الله. هذه نبتة الزنيدي، شوف ممتازة جدا من جد، نبتة الزنيدي هذه ما شاء الله. ما شاء الله، من أول الموسم إلى آخر الموسم مناصيف وتمر ممتازة جدا عندي، لكن أصلها من الزنيدي. إي ما شاء الله، من الزنيدي. هذه الباردة عندي النادرة، هذه ممتازة نادرة مرة مرة اللي تشوف، هذه نادرة. هذه أشرسي معروف الأشرسي. هذه نبتة الطريقي، نبتة الطريقي. هذه نبتة الفيد ممتازة، الأدقل بيجي لنا. هذه نبتة الفيد، هذه نبتة الذهب، هذا مجذول معروف، مجذول يعني معروف مجذول. هذه جليميدي اللي قلت لك تمر شوي، هذه بسرعة تشبه حوشانة، تشبه حوشانة ما شاء الله، تشبه حوشانة مرة مرة.
فيها شبه من الحوشانة، مثل شبه ما حد يفرقها عن الحوشانة. هذه نبتة منيرة طوقة بأول الموسم، أشوف طوقة مرة مرة تصير طوقة جدا منيرة مكاثرة عندنا في البدرة. هذه النصرية يعني غنية على التعريف ولا أخذت حقها، ها خالية من السكروز، ها شوف شو ما شاء الله. هذه هي النصرية، هذه الزلفي ما بعد الآن سميت، ما بعد سميت ما شاء إلى الآن. هذه برضه هذه نبتة الزلفي ما بعد سميت، هذه السلطانة معروفة، هذه نبتة هويم، خصابة هويم معروفة بالقوعية. اي ماشي. هذه برضه القوعية، من القوعية نبتة أبو حميد وحيمد وحميد. هذه نبتة الحصان، هذه الحصان اللي لها 100 سنة ما شاء الله الآن أو أكثر عندنا. هذه شمشولة معروفة، شمشولة هذه رطب، هذه تمر، هذه مناصيف. هذه نبتة مجيدل ما شاء الله، هذه نبتة السويد، ها شو شلون ما شاء الله، ما شاء الله. هذه نبتة باتل كلها مكاثرة بالبذرة، وهذه هنا ما شاء الله. هذه الآن نبتة الملوك، نبتة هذا، وهذه الآن عكروشة من عندي بالمزرعة. هذه نبتة فهيد اللي احنا شفناها تو خضراء، ما زالت خضراء وتوها تتأخر مرة، وحلوة، حلوة في المذاق، كسرتها حلوة في المذاق. هذه الأصناف اللي احنا حاولنا تصير بدوع لهذا الاجتماع المنتقى العلمي، حبينا نحط من المزرعه ومن الزملاء اللي جابوا، كل واحد جاب معه كرتون بدوع قدعنا نقدح فيه. ومهم هذه اصناف احنا اكثر حوالي 300 صنف، 400 صنف في الزلف، لكن احنا عرضنا وهذه كل واحد جاب له شوي، بس على اساس انهم يعني نشوف الاصناف وتنوع. وهناك شاه مهرجان ان شاء الله نروح لما الساعة الخامسة بزلفي مقابل إدارة التعليم بقاعة تبع البلدية إن شاء الله. تبي تشوف ما يعجبك من الأصناف النادرة، وأيضا العسل، مهرجان للعسل، سعره أنواع من العسل وأصل منتجه وغيره وغيره يعني. إن شاء الله اليوم أنا حطيت هالاجتماع اجتماع الرابع عشر، احنا مسافرين قبل حوالي 15 سنة مشاه من المزرعة هم انتقلنا للحوطة وثادق والقوعية والغاط والخرج وشقرة وساجر وعنيزة وغيرها كلها. وهذا الاجتماع الرابع وانا حطيته اليوم على اساس انه يتزامن مع مهرجان التمور، بمهرجان التمور اللي يوافق 26 اغسطس 2024. حبيت انه يكون يتزامن معه شباب القامات الزراعيه ويشوفون المهرجان. وانت الله يجزاك خير على مجيئك، والحقيقه تشكر على كلامك في جيت بعد والله منين، على الرياض وعلى زلفي، وهذا يدل على الحقيقه. وانا اشكر واقدر مجيئك، الله يجزاك خير. وكعاده جيت العام الماضي سويت لنا برضه ما شاء الله، والله يجزاك خير. ما املك الا ان اقول الله يجزاك خير. الله يسلمك، الله يجزاك خير ويبارك فيك. احنا نبغى نسوي معك لقاء خاص. ابشر ابشر ابشر، الله يطول عمرك، بس بعد ما نخلص من الشباب عندي في مجال يصير ان شاء الله محاضره بعد شوي، لقاء ومن بعدها الغداء وبعدها جلسه الى الخامسه نتناقش مع القامات الزراعيه اللي جايين من كل مكان، اللي جايين ما شاء الله من حوضة بن تميم، واللي جايين من ثادق، واللي جايين من الرياض، واللي جايين من المجمعة، واللي جايين من القوعية، واللي جايين من الخرج، واللي جايين من العنيزة، واللي جايين من بريدة. والله يجزاهم خير، الله يبارك فيهم، ونشكرهم جدا. والهدف هي رفع كفاءة المزارع ونقله من التعريف للتعريف. هذه بعض جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة على أساس رفع كفاءة المزارع. وأتمنى من كل شخص أن مثلا ينضم أو ينضم إلى المنصة الإرشادية للاستفادة منها في جميع المجالات، في مختصين وفنيين في مجال الإرشاد الزراعي. بإذن الله، الله يجزاك خير، يكتب أجرك إن شاء الله. احنا نشكرك والله، الله يجزاك خير، وبإذن الله احنا مواصلين، الله يجزاك خير. وحبينا الحقيقة يكون هذا اللقاء العلمي الرابع عشر يتزامن مع مهرجان التمور في المحافظة، سيكون إن شاء الله الساعة الخامسة. وهذا اللقاء عرضنا لكم حقيقة بعض الأصناف اللي جابوها الأخوان من المناطق، من الخارج والمنيزي والزلفي ومن بعض المناطق في بلدنا الحبيبة. الهدف منها هو حقيقة التعرف على هذه الأصناف
والهدف الحقيقي من هذا الاجتماع هو اللقاء العلمي والمناقشه. كثير من الزملاء حقيقه قال شكرا على هذه الاجتماعات الرابع عشر اللي كانت الاول انطلاع من هنا، بعدين راح في الخلف عند محمد وعلي براجل وبسعد، وبعدين مثلا في سابي عند الدكتور عبد الله بن الحال وايضا الوعيه و ثابت وشكرا وميزو وجميع مناطق المملكة هذا اللقاء، وهذا هو الرابع عشر. طبعا في لقائنا هذا سنتطرق لخدمة النخيل ما بعد المسات، وهو أمر متكرر في كل عام، ولكن العشق للنخلة يجعلنا دائما نتمزق بها في كل وقت. نعرف طبعا أن أغلب الهواة من المهتمين بالنخلة من الهواة، ولا يمنع أن يكون هاوي ويكون لها داخل مال فيها. بهذا المنطلق طبعا اهتمينا بجزئيتين في هذا اللقاء ودنا نركز عليها بشكل كبير. الجزئية الأولى اللي هو طبعا النقاش الأزلي المستمر اللي سنستمر عليه، وإن كان بعض الأخوة ما يريدون التكرار في هذا الموضوع، لكن يبقى قد نستفيد ولو فائدة بسيطة من اجتماعنا، لأن الفائدة التراكمية دائما. طبعا سنتطرق في اللقاء هذا لخدمة النخيل بعد المصاد. النخيل حساسة، هناك نخيل عندها حساسية باللمس وحساسية بالحركة إلى حد ما، لكن أذكر كان لك سؤال مهم جدا يمكن هو حديث الساعة، وهي كرمشة وذبول ثمار النخيل. هذا سؤال كثيرا ما يطرح، وهو لماذا ثماري جيدة في مرحلة الجري، جميلة عند التلوين، وعند دخول وقت النضج تنكمش وتذبل وتموت، وهذه حقيقة كارثة ولا بد من وجود حل. طيب، هنا الأمر في تفصيل بسيط. إذا كانت النخلة أصيلة فلا بد أن نعرف أن النخلة عاشقة لعنصر البوتاسيوم. النخلة عاشقة لعنصر البوتاسيوم. متى؟ من بعد التلقيح وحتى جني الثمار. نقطة آخر سطر. شوف شجرتين موز ونخلة. بوتاسيوم. طيب لماذا البوتاسيوم؟ وش علاقته بالانكماش؟ لأن البوتاسيوم هو من يسحب هذه العناصر. احنا دائما نقول تعلمنا من دكاترتنا ومن أساتذتنا جديد وهو علمنا، إن البوتاسيوم مثل عربة القطار، يجر عربة القطار، يسحب معاه كل العناصر. طيب كيف هذه العناصر وليه ما توصل؟ لأن النخلة دائماً في وقت معين في درجات حرارة معينة يحصل بعض الأصناف يحصل فيها مشكلة بالذبول. الثغر ينفتح ولا ينصف. إيش تقول النخلة؟ تقول يلا يلا نفسي، أنا ما عندي استعداد أضحي نفسي علشان الثمار، صدق كامبية، تذبح. لذلك لم يرصد فيه لا إصابة فطرية ولا حشرية ولا نقص في مقننات الري، بالتالي أتت من صح التعبير كنترول في النخل. الكرم حصل فيها الكروس. الكروس يصير بين الكرم والليل جنب النخل، لذلك النخلة اللي انصابت هذا العام إذا ما كوفها التنظيف والرش فإن في السنة القادمة تظهر بصعوبة. كذلك مهم مشروع الأمراض. بالنسبة لسوس الطالع أنه تو ملجع. فيه هنا ميت، هناك ميت وهنا ميت، والبلد حي. المخابر نشيط. أنه نشيط يعني حصل القلب يابس والضلع يابس. يابس مو بيابس، يابس هو أخضر. أنا أظن أن خليه نشيط ما يقع عليه أكبر في الدول. أيوة، نخيل البصرة كلها 6 ملايين 7 ملايين كلها على شط العرب. صح؟ ما احتاجها. جاي، الماء جاي. لكن في شيء عندي ليس شط العرب هذا، في عناصر غذائية جاية مع النخل. صح؟ هذه تعوض عن النقص. إذا الماء زيادة الماء لا تضر في حالة توفر العناصر الغذائية. في حالة توفر العناصر الغذائية. عملية التحليل أنا أعتقد أن شيء طيب أنك تحلل، لكن إذا عرفت تربتك مرة من المرات أو يعني حددها مرة، أعتقد أنك يعني تعرف حاجة نباتاتك
لما يراد منها لما يراد منها الحين تنتج بطريقه سليمه. و احيانا من كثره الاسئله تلقى التمور منتفخه واكبر من فتحه الطبيعي لسببين، اما سبب القمح وهذا مسؤول فيه، او بسبب انك تزيد العناصر الغذائيه الواجهه للبعض. زين، فهذه احيانا قد تمر من ناحيه التكاليف، رفع التكاليف الانتاج على يعني النحو. فبالتالي ادرسها صح على اساس تحصل على الماده يعني الماده المنتجه بطريقه سليمه بجد المستهلك. ابو انس اول ميكانيكيه، اول ما اعطي المقاومه الميكانيكيه من رش من مدى تكريم وتنظيف ورش بعض الاوراق بالهواء وغيره، ثم اشوف الظروف الجويه. النظافه تخصص الموضوع نظافه بالكامل، لكن انا اشوف الظروف الجويه. انا مهندس اشوف الظروف الجويه، ما امشي على برنامج مكتوب لي. إذا كانت الظروف الجوية أمطار ورطوبة، انتبه لويش؟ انتبه الفطريات هي المنافسة، لكن أنت من سوزة الطلق، من دولة البلحة الضرة، من دولة البلحة الصغرى، هذا اللي يسوي لك مشكلة، خاصة سوزة الطلق. لكن إذا كان الجو جفاف، أنا أتحدى أي مزارع يجيب لي حشرة سوزة الطلق، وتكون لو صارت في إصابة تكون إصابتها غير اقتصادية. لكن اذا كان زي هالسنه زي الان امطار ورطوبه، انتبه من شوش الطلق، من دون البلع الكبرى، من دون البلع الصغرى، ودون الصغرى الكبرى زي ما قالوا شوي بعض الناس تدعيها، لا نسوي مساله باب السامي يخفف لك الثمن. اذا كان الجو جفاف، انتبه من الاكوس. اذا كان الجو جفاف تحاول في شهر 4 مايو ان تعمل برنامج للرش على الاقروص، لكن اذا كان مثل هذه السنه رطوبه فيكون الاقروص ما له صوله ولا جوله، تكفي رشه واحده او اقل من رشه زي هذه السنه والعام الماضي، لكن اللي قبله المزارع حقيقه تعب ورش ومع ذلك الاصابه شديده، والاصابه في سوسه الطلق قبل 3 سنوات عن مثل مسويه مره جيب اتحدى اي مزارع حتى السنه قبل 3 سنوات اتحدى اي مزارع يجيب لي سوسه الطلع بالدقيقه. هي الشخص يتبع الظروف الجويه ما يمشي على برنامج حتى ما يكون هناك متبقيات وتنميه للبيئه متبقيات للبيئه وتنميه للبيئه. هذا ما حببت اضافتك بالنسبه لي التخبط وعدم التخبط في رش المبيدات الزراعيه يقول انا والله برش انا والله بكمح قمح ما برش انا بكمح قمح ولا برش اخاف شو تخاف؟ ما جاي شيء باذن الله. رش حاول ترش المبيدات العضويه مثل زي ما قال الدكتور مثلا الكبريت مكروني او ما تعطي لي الماترين مبيد عضوي، خاصه مثل هذه السنه احنا ما رشينا الا مبيد عضوي مره واحده والحمد لله. وانا احب اني اكل تمر له غير لان غير كالسيوم على تمر كالسيوم ما شاء الله يقوي العظام، ولا اسف اكل تمر نظيف وداخل المبيدات وداخل الشاكل. انا ودي اكل ثمره فيها حشرات افضل لي من ثمره سليمه فيها متبقيات مبيدات. انا ما حبيت نحن مزارعين الان ونحن في عقلنا لنا والحمد لله يعني نذهب إلى مكان آخر من أجل أن نحصل على هذه المعلومات. أولاً أنا لست مهندساً زراعياً ولا متعذر، وإنما متعلماً من إخواني المهندسين وإخواني المحاضرين دائماً، ونأخذ منهم هذه المعلومات بشفافية. يعني بودنا دائماً أن عندما نتحدث عن الواقع، بعض المزارعين يكون عنده تجارب ويعمل بهذه التجربه تنجح، فلذلك مساهمة المزارع ايضا حتى وان لم يحمل مؤهل للزراعه خبره لها دور كبير. انا الحقيقه من تلاميذ المهندس رافع حسين من 30 الى 35 سنه وانا في مشروع مصر وانا اعمل الا بمشروع مصر، و
وقد حصلت على كثير من المعلومات تبارك الله فيه. وأتحدث الآن عن شيء مهم للجميع. عندنا طرف الشلتولة، عندما يبدأ شهر 7 الميلادي ويبدأ أبدأ بحتاج يعني بشكل طبيعي لا نستطيع أن نوصل هذا الحتاج. فالحج مشكلة تعانيها هذه النقطة من أجل انتفادتك المدربين من أي عملية جربت أو من دراسة نتبعها إن شاء الله في ثلاثة أسئلة. شكرا للجميع. الحضيرة إلى المزرعة، وهذا لغط يعني، وما تحلل ولا نستفيد منها الثبات إلا بعد يعني مدة طويلة. فالأفضل أنه يعني يتحلل تقويضات. مشكلة المزارع أنه ما يدور تجربته كل سنة. فتلقاه مثلا له 30 سنة مزارع نخيل أو مزارع محصول معين. لو تسأله وش سويت العام ولا اللي قبله ولا اللي قبله ما يدري. فلو انه يدور كل سنه ويشوف التغيرات والملاحظات اللي على المدن كان طبعا تجربه ثانيه. بالنسبه لتغطيه حواض النخيل انا الاحظ افضل، لانه في كل سنه سوف ينزع الجريد ويضيف زمان بلدي ويضيف اسمده محببه للمزارعين الذين يضيفون اسمده محببه. فسهل لان الجريد ما راح يتحلل اذا كان جريد، لكن لو حط اشياء اخرى ممكن تحلل. لكن جريد سهل نزعه ثم إضافة المادة التي ثم ترجيعها مرة ثانية. والجريد ما فيه مثلا بيوت زي ما في خطورة يعني الحشرات. النقطة الثانية هي موضوع الماء. طبعا قدرت في الكتب أن النخلة تحتاج من 120 إلى 180 متر مكعب في السنة. فلو المزارع قدر تصرف المضخة اللي عنده قسمها مثلا حسب تصرف المضخة وضربها في ساعات التشغيل وقسمها على عدد النخيل، طلع عرف كم مسك النخلة بالنتر وقدرها بماذا، ثم مرة جرب زود مرة نقص، ثم يمكن يطلع بنتيجة على الأرض إذا كانت رملية أو طينية أو قمية مثلا، ثم عرف المعدل وساعات التشغيل وقدر أنه وعلى ضوء المنتج هو اللي هذه الملاحظات التي على الثمن. النقطة الأخرى اللي هو معدلات التسميد. طبعا النبات يحتاج إلى 13 عنصر اللي مذكور أولها العلم اللي هو الإمبيكي العناصر الصغرى والعناصر الصغرى والعناصر المتوسطة المغنيسيوم والكالسيوم وغيرها ثم العناصر الصغرى. أفضل شيء في التسميد أنه يحلل المجموعة الخضرية أوراق النخيل كل سنة لزبدة العناصر كلها توجد في أوراق النخيل. فلو حلل المزارع وأضاف العنصر الذي يحتاجها الأرض أو يحتاجها النبات كان هذا أفضل شيء يوفر عليه، بدل ما يضيف مثلا عدة كيلوات من كل عنصر مثلا وزيادة التكاليف. بالنسبة لخط الثمار يلاحظ بعضهم مثلا ما يخط الثمار ولا يجي عنده محصول جيد. طبعا خط الثمار هو عامل مهم في جودة وكبر حجم الثمر. فبعضهم يخط خط جائر، هذا يؤدي إلى تأخر الوقت أو أنه ما يستوي الثمر. فيفترض أنه يكون خط الثمار خط معقول يتناسب، لأنها يتناسب إذا مثلا مع لازم يكون حجم العذور وكمية المجموعة الثمن تتناسب إلى حد ما مع اللي هو الساعات الحلالية. فإذا خفت مرة كمية الإنتاج في النخلة تأخر النقطة نهائيا، وإذا خفت مرة طلعت المحصول يعني أحجام صغيرة، فيجب أن يعرف كل محصول له عدد معين ثمار وشواه، فيجب على المزارع أن يجرب ويلاحظ
كلا على مستوى يعني منطقة هذه وفي بارك الله فيك. في عقل التبخر وما إلى ذلك تتراكم فيها الملحية. ما هو الحد؟ ذكرنا منها جزاك الله خير، استفدنا من معلوماتك اللي هي موضوع تكرار كمية الري بنفس الكمية السهل. عشان أوضح إيه؟ أسقي أنا 500 لتر مثلا كل أسبوع على مرتين. لو وضعتها 100 100 100 100 100 لما رأيت نقطة أو كمية بسيطة منها.